قضية إسكوبار، هذه قضية لأمام القضاء لمتهمين فيها 25 شخص. ما متهمش فيها حزب الأصالة والمعاصرة، لا كمؤسسة لا كمناضلين لا كقيادة، جوج الأشخاص متهمين. وحنا تنحترموا كلمة القضاء، تنحترموا كلمة القضاء. إلى هاد الناس اللي معنيين بالقضية بين القضاء بأن ارتكبوا هاد الجرائم، فما يمكن لينا حنا هي نحترموا هاد القضية. وكما جاء على لسان لا رئاسة المجلس الوطني لا المكتب السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة ما تيدرك حتى شي واحد، وحزب الأصالة والمعاصرة ماشي فوق القانون. قضية إسكوبار، جوج الأشخاص معنيين، هذا لا يعني بأن الحزب معني. وهذه فرصة باش نقول لكم بأن يمكن الحزب الأصالة والمعاصرة بالروح الديمقراطية ديالو تيقبل جميع الانتقادات في مشروعه السياسي، في تنظيمه، في حصيلته كحزب. وانتم نساء ورجال الإعلام، هذا هو دوركم كذلك، هو ديروا التحليل السياسي، ومن حقكم وحنا تنطالبوكم باش تقوموا بهذا الدور، لأن بعض المرات فاش تنقراوكم حتى حنا تنكتشفوا أمور اللي تتعاوننا نصحوا المسار ديالنا. ولكن تنرفضوا كليا كقيادة وكقاعدة أي اتهام لحزب الأصالة والمعاصرة. راه موثقين معنيين، كاين موثقين معنيين، ولو قريت في شي جريدة وحدة بأن جميع الموثقين معنيين. كاين رجال الأمن معنيين، هل هذا يعني بأن رجال الأمن كلهم معنيين؟ لا، الله يخليكم، حنا تنأمنوا بالمسؤولية الفردية، واللي دار شي حاجة يتعاقب عليها. واش كان في علمنا بأن هاد الناس كانوا معنيين بهاد الاتهامات؟ أنا نسولكم، واش نتوما كان في علمكم باش حنا يكون في علمنا؟ شنو هو الفرق بيننا وبينكم؟ نتوما مواطنين وحنا مواطنين، لسنا جهاز أمني، وما كان عندنا حتى شي إمكانية باش نعرفوا هادشي، حتى شي إمكانية. يمكن كان شي خلل تنظيمي عندنا، ولكن باش نجي ونقول لكم لا من القيادة لا من القاعدة شي حد كان في علمه. وإلا تبين بأن شي حد آخر معني، كان من حزبنا أو حزب آخر أو هيئة أخرى، راه غادي يتحاسب من طرف القضاء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته الشخصية الفردية. أنا هادشي اللي بغيت نقول في قضية إسكوبار، هاد القضية ما يمكنناش نهضروا عليها بزاف، لأن أمام القضاء وتنحترموا القضاء، ولكن اللي تنرفضوا جماعة قاعدة وقيادة هو اتهام موجه لهذه القيادة النزيهة ومعروفة بالنزاهة ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير.